السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف نتعامل ازاي مع سكان ريجن امبورت واكسبورت. اي سكان ريجن احنا عملناه، ونفكر بالطريقة ان انت مثلا ممكن تتعلم على اي جزء مثلا، تمام، بالشكل دوت. الحاجات اللي على نفس المستوى ممكن تيجي هنا وتقول له نيو ريجن وتديله اي اسم، وتقدر تشيل النقط وتحط نقط اضافية وحاجات زي كده. المهم يعني هنيجي هنا هنلاقي كل النقط موجودة، تمام. طب انا عايز احط كل الول في جروب واحد، اسحب الول دي مع الول دي، تمام، واديها اي اسم واقول دوس اوكي، تمام. ممكن تحط مثلا فلور دي مع الفلور دي مثلا، تبقى اسمها مثلا فلور جروب مثلا، تديها اسم رينيم فلور، تمام. بعد كده تقدر تعمل من هنا، تقدر تقول له انا عايز اعمل امبورت، يعني في جزء معين اتعمل له سكان لوحده وهبدأ اعمل له امبورت، تمام. تقول براوس وتدور على ملف سي اس في، او تعمل اكسبورت لو انت عايز تعمل اكسبورت لاي جزء انت عايزه، تمام. هتصدره في ملف ار سي بي او ار سي اس او بي تي اس او اي 57 او بي سي جي، اي بتد من دول تقدر تصدر ليه.